آخر. نعم، الآن نحن في صدد كتابة مقالة عن الصداقة، إذا نقرأ السؤال مرة أخرى. نعم، اكتب موضوعا تتحدث فيه عن مقومات وأركان الصداقة. ثم هنا عندنا تتناول فيه كيفية اختيار الصديق، وما أنواع الصداقة، وما حق الصديق على صديقه، 150 كلمة. إذا ثلاثة أفكار سنكتب عنها في هذا الموضوع باستخدام مخطط المقالة في الأعلى. مخطط المقالة هنا عندنا إذا المقدمة يجب أن تكون جذابة، مثيرة، مشوقة، فيها الغرض من المقالة. ثم عندنا أفكار فرعية، الفقرة الأولى كيف نختار الصديق، الفقرة الثانية ما أنواع الصديق أو الصداقة، والفقرة الثالثة ما حقوق الصديق وواجباته. ما حقوق الصديق وواجباته، هنا نكتب في الفقرة الثالثة. وهناك عندنا بنود نستفيد منها في كتابة هذا الموضوع. ثم لا ننسى الخاتمة، وهكذا نجد أن خلاصة الكلام، خلاصة القول، وأخيرا وهكذا نرى أن نقطة نقطة نكمل ونوجز في الخاتمة ما ورد في الأعلى. موجز، ملخص، خلاصة موجودة في الخاتمة أيها الأحبة. تمام؟ جيد؟ طيب، الآن سنستمع إلى بعض النماذج التي كتبها الإخوة عن المقالة عن الصديق. نامق أسلوجه، تفضل يا أخي العزيز. هل أنت تعرف ما أصل كلمة الصديق؟ الصديق أصله صدقة. نعم، كلام نعم أصله كلام صحيح. هل ممكن الناس أن نعيش بدون شخص آخر؟ لا أبدا، الناس مخلوق اجتماعي. إذا يجب كلنا صديق، لكن كيف الصديق؟ الحياة طريق طويل، يجب أن نذهب بشخص صحيح. ما الخلق الذي يجب أن يكون موجودا في صديق؟ أولا، الكذب هو خلق سيء وخطير، يجب علينا أن نبتعد عن هذا الناس. ثانيا، أخلاقه، هل هو إنسان تقي ويصلي ويقول كلاما قبيحا؟ على ذلك، هل عاداتها جيد؟ هل هو يشرب الخمر ومقامر؟ ثالثا، ما رأيه عن حياة؟ هل هو مجتهد أو كسول ومتفائل كهذا؟ رابعا، الوفاء. نعم، الوفاء. أين الوفاء؟ مهما جدا في حياتنا. يجب على الصديق ألا تنسى المعروف أبدا. نعم، يوجد خلق كثير، لكن هؤلاء أهم. جيد، متى ضروري الصديق؟ في وقت الفراغ. الصديق ضروري في وقت الضيق، في مشكلة، في المرض، ليس في السعادة فقط. الصديق الصالح يجب يجانب في صديقه صديق صديقه الصديق مرآة الناس في حياتي، والصداقة علاقة مستمر يدوم طوال الحياة. ما أجمل هذا الكلام! الصداقة لا تغيب مثلما تغيب الشمس، الصداقة لا تذوب مثلما يذوب الثلج، الصداقة لا تموت إلا إذا مات الحب. الله 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 الله، جزاك الله خيرا. الكلام الأخير، الخاتمة رائعة. نعم صديقي نعم، انتهيت بهذا الشكل، أليس كذلك؟ انتهى هكذا. نعم، الآن نريد أيها الإخوة، انتبهوا من فضلكم، نريد أن ننتبه إلى بعض الأشياء الهامة. المقدمة إذا مناسبة، هل تعرف ما أصل الصديق؟ كلمة الصديق، هو يعرف كلمة الصديق، ما معنى الصديق يعني؟
نعم جميل، مقدمة ممكن أن تكون بهذا الشكل. ثم بعد المقدمة عن ماذا تكلم صديقنا؟ كيف يختار الصديق؟ أليس كذلك؟ لا هنا عندنا يعني كيف يختار الصديق، يجب علينا أن نبتعد عن هذا الناس. أخلاقه، هل هو تقي قبيح، هل يشرب الخمر؟ نعم، هو يتكلم هنا عن كيفية اختيار الصديق. ومجتهد، كسول، متفائل، الوفاء. نعم، انتهينا من كيفية اختيار الصديق. الآن عن ماذا نتكلم هنا صديقي؟ هنا عن يعني هنا خاتمة أظن. يعني متلازمات الصديق، متى يجب الصديق علينا؟ يعني الصديق لماذا ضروري في حياتنا؟ نعم، أهمية الصديق في غايتنا. أهمية الصديق هنا، والخاتمة أين؟ هنا في السطرين الأخيرين أو ثلاثة، هنا صح؟ نعم. في هذا الشكل. طيب أنا أريد أن أسأل سؤالا، نحن نستفيد يا إخوة طبعا من هذه الكتابة. نذهب إلى السؤال، نذهب إلى السؤال مرة أخرى. هو صديقنا يعني تحدث في المقدمة عن أركان الصداقة قليلا، تحدث كيف نختار الصديق، أليس كذلك؟ لكن هل تحدث صديقنا عن أنواع الصداقة؟ هل كان هناك في هذه الكتابة أنواع الصداقة موجودا؟ ما رأيكم يا إخوان، هل قرأتم معي هكذا؟ أنواع الصداقة هل كان موجودا في هذا المتن؟ ما لا رأيكم؟ يا أستاذ، لا، ليس موجود أنواع الصداقة. أين أنواع الصداقة؟ أنواع الصداقة لم تذكرها هنا أبدا. إذن أنت كتبت عن شيء واحد فقط، أنواع الصداقة ليس موجود. طيب ما حق الصديق على صديقه؟ أنت صديق على يعني لك عند صديقك حقوق، ما حق الصديق على صديقه؟ هل هذا موجود يا يعني إخوان؟ يوجد لكن قليل. أين دقيقة؟ كذلك لا تنسى أبدا المعروف. جملة واحدة أظن فقط يعني. أو الاثنين. أين؟ هنا انظر، الوفاء، أنت تتحدث عن الوفاء هنا، كيفية اختيار الصديق، وفي هذه الجملة يوجد يعني لا تنسى المعروف. لا، ليس بهذا الشكل يا إخوان، ليس بهذا الشكل. عندما نبدأ فقرة جديدة نفعل ماذا؟ سأتحدث الآن عن ماذا؟ عن أنواع الصديق. تركت فراغ ثم بدأت أتكلم، ثم بدأت سطر سطرين ثلاثة أتكلم بهذا الشكل. أنا أعرف هنا اختيار الصديق، أعرف هنا فراغ، أعرف هنا مثلا ماذا يوجد هنا. طبعا لا يوجد حاجة للنقطة، أنا أعطي مثال يعني، هنا نقطة، هنا نقطة، وعندنا نقطة ناقصة أيضا هنا. الفكرة، هناك فكرتان ناقصتان، فكرتان ناقصتان في كتابة هذا الموضوع، لأننا لم نقرأ السؤال جيدا. كيف نختار الصديق موجود، أنواع الصداقة ليس موجود، حق الصديق على صديقه ليس موجود، الخاتمة موجودة، المقدمة موجودة. إذا بهذا الشكل كتابتك جيدة ومعنى عميق، لكن الأفكار ليست مناسبة أو ليست موجودة. يعني هنا بهذا الشكل صديقي العزيز أنت ربما تأخذ 6 درجات من 20 درجة، لأنك لم تفهم السؤال جيدا ولم تكتب الإجابة كاملة. عرفت كيف يا صديقي نامف؟ نعم، كل شيء جيد. إيه، انتبهوا جيدا لهذا القسم يا إخوة، يعني اترك فراغا عندما تبدأ في فقرة جديدة، ثم اكتب عن هذه الفقرة بشكل مناسب، ثم أنهي موضوعك. طيب الآن لننظر قبل أن ينتهي الوقت هنا إلى بعض الأشياء الجيدة التي استخدمها صديقنا. يعني هو في المقدمة بدأ بأسئلة مشوقة مثيرة، ممكن أن نبدأ بأسئلة مثيرة. نعم، هذا يعني وارد. هذا استخدم مثلا يجب أن قوالب الذي، استخدم مثلا هل ممكن أن، أبدا. نعم، أسئلة مناسبة كانت هنا موجودة. لننظر في كيفية اختيار الصديق. خلق سيء، يجب علينا أن نبتعد عن، نعم، كلمة مقامر كلمة جيدة. ما رأيه عن،
أو ما رأيه في لازم هنا؟ يجب علينا ألا ننسى جيد هنا أيضا استخدام هذه الأداة. في الخاتمة كانت رائعة جدا يا صديقي، ممتازة ممتازة. هنا تشبيه مرآة الصديق مرآة الناس، تشبيه جميل. الصداقة لا تغيب مثل ما تغيب الشمس، الصداقة لا تذوب مثل ما يذوب الثلج، الصداقة لا تموت إلا إذا مات الحب. رائعة جدا الخاتمة هذه. نعم، لننظر إلى بعض الأخطاء إخواني. عندما نكتب الموضوع علينا أن نقرأه مرة ثانية. ما الخطأ في هذه الكلمة؟ ألف يا أستاذ. همزة أصل ليس عين. همزة. ما أصله؟ ما أصله؟ ليس عسله. ما أصله بهذا الشكل يا صديقي؟ تمام، هذا إذا عندنا خطأ هنا. طيب إذا هنا نفس الخطأ، يعني مكرر هذا. طيب ما الخطأ هنا في كلمة إذا؟ ليس أذن. إذا يعني ألف، ليس الهمزة تحت الألف. ما الخطأ في كلمة الحياة؟ طيب مربوطة. مربوطة الحياة يعني أفعى ثعبان. الحياة يعني بتاء مربوطة. الحياة طريق طويل. نعم، هنا ما الخطأ في هذه الكلمة؟ الكذب هو خلق سيء وخطير. يعني طاء ليس تاء. طاء ليس وخطير، هكذا. نعم، خطير. ما الخطأ في هذه الكلمة؟ هو، هل هو إنسان تقي؟ ألف زيادة. يعني أنا لا أول مرة أرى هذا الضمير بهذا الشكل. أنا هو بألف نامق. والله 10 كيلو أيضا قليل جدا. هذا ممكن. هو ربما جميع هو يعني ربما هو يلعب بالهاتف هواوي هكذا، يعني اختلط عليه الأمر يعني. طيب يعني انتبهوا يا إخوان، هذه الأخطاء الصغيرة مزعجة جدا والله. خطأ مثل هذا، هو يكتب بألف ممدودة، يعني حتى لو كتبت أنت بشكل 100% هذا الخطأ مزعج للأستاذ. طالب وصل إلى نهاية السنة يكتب هو بألف ممدودة. الله، والله هذا جزاؤه. يعني ما هو جزاؤه يا إخوان؟ ماذا نفعل له؟ تكرار السنة. الله أكبر. إيه والله يستحق. أستاذ، لكن أريد أن كل شيء، يعني عندما أكتب رسالة، يعني عبارة هاتف، يعني يمكن أن كيف نقول أكتب يعني حرفا خطائيا،